مؤتة جرعة صراحة، منشور في موقع عمون للوزير الأسبق الدكتور صبري للربيحات، الذي يستهل مقاله بالقول: امتازت حقبة رئاسة الدكتور الخصاونة بقلة الظهور على وسائل الإعلام وندرة الاشتباك مع القضايا الساخنة التي تشغل الشارع. يتابع الكاتب: في اللقاء الذي شهدته مدرجات مؤتة بين الرئيس وأعضاء الحكومة مع مجموعات من طلبة جامعات الجنوب، تحدث الطلبة في قضايا وهموم الوطن بدرجة فيها من المكاشفة والصراحة ما يفوق الذي جرى على مدرجات الجامعة الأردنية. يلفت الكاتب إلى أن تركيز الرئيس على دعوة الشباب للانخراط في العمل الحزبي كان الهدف الأهم للحوارات التي جرت وقد تستمر مع الشباب الذين لا يزالوا ينتظرون بريبة وحيرة للكثير مما يجري على ساحة العمل الحزبي. يقول الكاتب: مهما كانت الخطابات ومهما زينت المواعظ، فإن الحقائق تقول بأن هناك ما قد يصل إلى 27 حزبا تمكنت من تسوية وتكييف أوضاعها، والاختلاف بين الكثير منها محدود أو معدوم. يختم الربيحات مقاله منبها إلى أنه في جولة الرئيس اتضح أن البطالة وتردي مستوى تكافؤ الفرص وضعف الثقة بالحكومات ومسألة سيادة القانون وضرورة النهوض بنوعية الخدمات التعليمية والصحية وإصلاح التعليم وحرية الحصول على المعلومات تحتل أهمية أوسع من الأحزاب والمشاركة السياسية. للحديث حول ما جاء في هذا المقال نرحب بالوزير الأسبق الدكتور صبري ربيحات. صباح الخير دكتور صبري. يعني برغم ندرة اشتباك الحكومة مع القضايا الساخنة التي تشغل الشارع، إلا أنها بدأت ما تبدو وكأنها جولة مكوكية تحاول من خلالها الترويج للانضمام للأحزاب وتتعهد بمأمونية ذلك. برأيك هل تخشى الحكومة من فشل الأحزاب بأي شكل من الأشكال؟ أظن هناك انطباع لدى كل صناع القرار بأن التجربة لا تسير كما ينبغي، لأنه بعد كل هذا الحديث عن توسيع دائرة المشاركة وفتح الباب على مصراعيه ودعوة الشباب والمرأة والجميع للمشاركة، إلا أن المشاركة لا زالت في حدودها الدنيا. ونحن اليوم يعني مجموع كل المشاركين بالأحزاب لا يتجاوز 30,000 شخص. نعم. والجامعات لوحدها فيها 350,000 طالب على مقاعد الدراسة. لماذا، يعني السؤال المطروح، لماذا لا يقبل الطلبة بالرغم من فتح الباب على مصراعيه ودعوتهم لذلك؟ أظن الإجابة يعرفها صناع القرار وتعرفها الجهات المعنية، أن الأحزاب لها لون واحد وهي تعيد التأكيد على البديهيات. يعني احنا كلنا بنحب الوطن وكلنا يعني نؤمن بالدستور وكلنا نؤمن بالقيادة، هذا لا يضيف شيء. يعني الاطروحات يعني تفتقر إلى ما يثير الحماس، ما يحاكي الهم العام، ما يتعاطى مع الأولويات التي يراها الناس. يعني نتحدث دكتور عن شعارات أم نتحدث عن برنامج حزبي بشكل عام؟ لا، هو يعني كما يقال باللغة الإنجليزية you have to buy it to sell it، يعني بمعنى ما بتحس حتى الأشخاص الذين يقودون الأحزاب أنهم يؤمنون بالعمل الحزبي، يعني داخلين زي يعني تعاو لا تجي، مش ما في هذا هذه الدافعية والكاريزما التي يمكن أن تلمسها. نعم. ما فيها النزق عند الحزبي انه والله انا عندي قضيه البيئه والبطاله بدي اسوي فيها 1 2 3 4 5 وبدي ادخل وهذا هو تصوري وهذا برنامجي. يعني بتحس حتى ان زعامات الاحزاب او الاشخاص اللي في مكاتبها الدائمه هلا عباره عن اشخاص يتحدثون في القضايا ببرود شديد، ولدرجة أنك أحيانا تمعن النظر لترى أن الذي يتحدث هو الذي يتحدث ولا في شخص بجانبه بحكي يعني. نعم. طيب دكتور، يعني مع الأخذ بعين الاعتبار ما تكرمت وذكرته قبل
قليل، هل تعتقد أن هذه الجولات ستزيد من الإقبال على الانتساب للأحزاب، طبعا مع استبعاد أي احتمالية لحل المشكلات التي تطرح أو يطرحها الشباب في هذه اللقاءات؟ أنا لا أظن الحقيقة، وحتى يعني أخشى من مزيد من التصدعات داخل الأحزاب كلما اقتربنا من الانتخابات، لأنه الجولة الأولى اللي بيبدأ فيها عادة الهيئة التأسيسية أو اللجنة التأسيسية بيكون في أشخاص بيعرفوا بعض، بعد شوي بيمارسوا شوية ضغوط أو تشجيع ترغيب للبعض للالتحاق حتى يكتمل العدد ويصل لألف. بعد ذلك لما يصيروا يفكروا بمين اللي بده يترشح، مين بده يكون على القائمة، راح تحصل تصدعات أكثر، لأنه كل أو معظم الأشخاص الذين يأتوا للحزب يعني يشجعهم الإغراءات التي يقول بها المنظمون بأنه بكرة بتأخذ فرصتك، اللي عبرت عنه إحدى الصبايا في مؤتة أنه متى بناخذ فرصتنا وكيف بناخذ فرصتنا وليه نفس الوجوه القديمة يعاد تدويرها. نعم. لتكون في الواجهة. نعم، يعني نتمنى أن نرى تجربة حزبية ناجحة، وأن لا تكون فكرة إنشاء حزب أو الانضمام لحزب لتحقيق مصالح شخصية أو لإعادة تدوير يعني الحصول على وظيفة أو على منصب. بدي أشكر وجودك معنا الوزير الأسبق الدكتور صبري ربيحات، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.